على الشاشه باقي مباريات الجوله الاخيره اللي هتكون النهارده. البنك الاهلي في مواجهه ام بي الساعه 4:30، سموحه في مواجهه فاركو الساعه 4:30، الاهلي في مواجهه سيراميكا في نفس التوقيت، الاسماعيلي في مواجهه طلائع الجيش، غزل المحله في مواجهه الاتحاد الساعه 9:30، المقاولين العرب في مواجهه المصري، الزمالك في مواجهه استرين في نفس التوقيت، وبيراميدز في مواجهه الجونه. يمكن يعني اصعب ماتشات النهارده نتكلم في المقاولين والمصري، بيراميدز والجونه فرقتين يعني لسه الموضوع صعب جدا عندهم، ويمكن تفاصيل الهبوط او فكره الفرق اللي ممكن تكون مهدده بالهبوط خلاص تكلم في ثلاث فرق موجودين، فالموضوع صعب جدا النهارده هيكون على بعض الفرق. طيب يعني في نفس التوقيت هيكون كمان عندنا زي ما قلت لكم في مباراه سموحه مع فاركو، واللي بالمناسبه لو هنتكلم عن مباراه سموحه وفاركو هنتكلم الاول عن جزئيه بسيطه في المباراه، وهي هيديرها لاول مره تحكيميا العنصر النسائي بقياده المحكمه شهندة مغربي، ومعاها منى عطلة ويارا عاطف في تقنية الفيديو، وده شيء النهاردة أول مرة نشوفه، يبقى القيادة التحكيمية للمباراة كلها من العنصر النسائي، بنتمنى أكيد كل التوفيق ليهم. طيب نفس سؤال النهاردة اللي بنقوله دايما عن ماتش سموحة، يمكن الماتشات كلها صعبة، ولكن اللي بيتردد هل هي هتكون مباراة زي ما بنتكلم عن مباراة السيراميكا مع الأهلي، وهي هل هي المباراة الأخيرة لسواريش، هل مباراة سموحة النهاردة هي المباراة الأخيرة للكابتن عبد الحميد بسيوني مع سموحة، ولا هيكمل معاهم الموسم الجاي؟ في نفس التوقيت هيكون برضو معانا مباراة البنك الأهلي مع إمبي، وأعتقد إن هي مباراة متكافئة بشكل كبير خلاص، ما فيهاش دوافع عند الفرقتين. البنك الأهلي يمكن قدم موسم مميز جدا مع مدير فني عظيم الكابتن خالد جلال، نفس الكلام إمبي مر بأوقات صعبة لكنه قدر إن هو يفضل موجود ويحسن بقائه في جدول الدوري في الجولة اللي فاتت بعد فوزه طبعا على الإسماعيلي. فالماتشات بدون دوافع دي مش هتلاقي، ممكن تلاقي فيها كورة مرتاحة شوية، بس المباريات اللي فيها صراع على الهبوط، بتتكلم في الجونة، بتتكلم في المقاولين، كل الكلام ده هتلاقي مباريات قوية جدا، لأن هم ثلاث نقاط هيبقوا بمثابة الاستكمال في مسيرة الدوري المصري الممتاز لموسم تاني، فالمباريات كلها النهاردة هتكون صعبة جدا. نروح النهاردة للمباريات القوية، هيكون في مهرجان الساعة 9:30، الساعة 9:30 عندنا خمس مباريات اللي هنختتم بهم مسابقة الدوري المصري الممتاز، أولها الإسماعيلي هيكون في مواجهة طلائع الجيش، هنشوف يعني في اول مشاركه لعدد كبير جدا من شباب الفريق مع قياده فنيه لكابتن خالد القماش في مواجهه كابتن طارق العشري، هتكون مباراه ممتعه جدا، احد افضل مدربين الدوري الموسم ده، فرصه طلائع الجيش في الفوز بالمركز الرابع كبيره جدا لو قدر النهارده يفوز على الاسماعيلي. في صراع البقاء غزل المحله على ملعبه هيواجه الاتحاد السكندري، وزعيم الثغر محتاج فقط، لا زعيم الفلاحين محتاج فقط ان هو يتعادل علشان يوصل للنقطه 36 ويحسن بقائه في الدوري مع مدربه مصطفى عبده. على ملعب برج العرب عندنا مباراه خارج كل التوقعات، دي بقى في حته تانيه خالص، افتكر ان المباراه دي هتكون اهم مباراه في الجوله واكتر مباراه ليها نسبه متابعه ما بين المصري بورسعيدي والمقاولين العرب. خسارة المقاولين معناها هبوطه للقسم الثاني، في حالة الفوز أو في حالة فوز الجونة على بيراميدز اللي هيلعب بمجموعة من اللاعبين الشباب النهاردة بعد ما خلاص ضمن المركز الثاني، ده بيراميدز كمان علشان يريح طبعا مجموعة اللعيبة الأساسية. ماتش المصري مع المقاولين هيكون صعب جدا، على الصعيد الآخر طبعا يعني ذئاب الجبل محتاجين نقطة واحدة فقط علشان يفضلوا موجودين في مسابقة الدوري، والخروج من النفق الصعب اللي حطوا نفسهم فيه او دخلوا فيه الموسم ده. الحقيقة ان المقاولين العرب ممكن تكون صدمة كبيرة جدا لكل الجماهير اذا المقاولين العرب هبط، واذا ما استمرش في مسابقة الدوري المصري الممتاز وهبط للقسم الثاني، اعتقد ممكن تكون من اكبر المفاجآت النهاردة اللي ممكن يعني كل جماهير الكرة المصرية تتفاجئ بيها. عموما هنشوف علامات استفهام كتيره جدا لسه مش عارفين نجاوب عليها، هل ممكن المقاولين العرب اللي يهبط ولا الجونه، تفاصيل كتيره جدا هنعيشها النهارده يا يحيى. طبعا في خمس مباريات مثيره،
موضوع صعب جدا المقاولين العرب فريق كبير جدا، فكره ان هو مهدد بالهبوط للجوله الاخيره دي صعبه جدا اكيد على المقاولين. نفس الكلام الجونه، بتتكلم الماتشات صعبه جدا. لا واقف على نقطه يعني مصير يعني المقاولين، وعنده ماتش مش سهل يعني، يعني برده ماتش مش سهل كمان. الجونه ماتش مش سهل، الجونه عنده بيراميدز، فالموضوع بيتصعب. يعني زي ما اتكلمنا عن المقاولين العرب، بيراميدز عنده الجونه، والجونه ما عندوش بديل عن الفوز النهارده، عن ثلاث نقط النهارده. الجونه مع بتتكلم في ان هو خلاص مستني اللي بيحصل، هيستنى تعثر مقاولين او المحله، فالموضوع برضه صعب جدا. اخر مباراه هتكون في استاد القاهره بين الزمالك بطل الدوري اللي جاي بقى، وبيعيش حاله من الاحتفالات والانتصارات كبيره جدا، وبين استرن اللي خلاص يعني تاكد هبوطه للقسم الثاني.